أنا المساعد عماد محمد الخلف من مرتبات الفرقة الرابعة سرايا الدفاع سابقا، وبعد أن تم تجريدي من الرتبة والراتب والسلاح العسكري وأكل كل مستحقاتنا من تعويضات إصابة بالحرب وتعويض خدمة من قبل عصابة الأسد والشبيحة، إذ أننا نعلن انضمامنا إلى الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، ونحن جاهزون بالدفاع عن الشعب العربي السوري، والله على ما أقول شهيد حتى الشهادة. أنا رقيب أول محمود الحسن أعلن انضمامي إلى الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، وهذه هويتي. أنا الرقيب فاتح الحامض من مرتبة مخابرات جوية، وهذه هويتي.